عمه سيجي قابل وين يروح؟ إيه وين صار؟ يوم هاي يمه قتلت للجبان يمه قتلت وخلصت الناس من شره المن قتلت؟ قتلت اللي كان مضوجكم يمه هذا رياض رياض اللي يوقف براس الشارع يتحارش بالرايحة والجاية لا منو؟ لا. منو؟ جبار أبو الفانيلة بقاكم احتمال واحد محيسن الأثول لا انتهى الوقت قتلت لأبو براس وخلصت الناس من شره نيالي والله نيالي مكيف شلون؟ بسلام ربيته وعزيز عليه سواها سواها البطل ابن الأبطال وكسر شوكة الظلم والطغيان عفية ابني يمه أبغى نساعد على كيفي عفية ابني عفية بالبطل ما خاب ظني يمه أنا ابنك وهذا مصير اللي يدنس بيتنا وقاعنا عفية بابني هجرتك يمه خلصتني من هذا اللي ما مخليني أرتاح بالبيت يوم وحق الحليب اللي رضعته ما رحمته بالحياة إذا كان من هاللعبان نفس عاد والنعم منك يمه نامي قريرة العين يوم ودعبت تسوي دمها للرشاب ووصل حدنا نقصيدة طب تصيدي له وظل هيك يسوي خليته جثة مرمية خليه يصير عبرة لمن اعتبر حتى جثة سحلية قلت له شكو قالت أنا شعلية والله وكفوا منك وبجالك راح تظل دارنا مامولة ادعيناك يوم اقعدوا بيدي اقعد ارتاح انت تعبان وفرحت قلبي بهذا الخبر يمه شحكيلك من باوعت علي ايه غمزلي ايه انا هم غمزت له سويت له هيجي شار رجله قال ما افتهمت شي يريد وكان اكفه انا يسراوي وكان اجيب اجله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وليد ارتاح